كابتن امير، يمكن انا لمحت في عين حضرتك نوع من انواع الخوف شويه. مظبوط. ودي الغيره المحموده اللي بيقال عليها. يعني حضرتك، يعني لو هنتكلم على الاسكواش لازم اسم حضرتك يجي من اوائل الناس، يعني مش هقول بس الاسطوره في اللعبه لكن كمان المحبين بشغف لهذه اللعبه. لكن كان في عدد من التحديات ربما حضرتك بتتكلم عليها، رغم ان احنا متصدرين لسنوات كتيره قوي البطوله. مظبوط. وعندنا اسامي كبيره، لكن حضرتك خايف من اللي جاي. هل دي الخوف ده هو خوف وغيره على اللعبه، ولا خوف لان في تحديات حقيقيه قدامنا متمثله في ان ما عندناش جيل جديد طالع، او كالعاده يمكن اللي كان بيحصل قبل كده لسنوات طويله، لكن اعتقد ده كان سيناريو تصدت ليه الدوله وقفت وبدات تفتش على مواهب. وهنا بنتكلم على كره القدم، لكن لو هنتكلم على لعبه فرديه زي الاسكواش، الاجيال الجديده اللي طالعه ايه مستواها، وهل تقدر اللي هي تكون من الاجيال اللي بتحظى بميداليه اولمبيه في الاولمبيات؟ والله بس احمد، هو طبعا مصر ولاده، ومصر بلد يعني الحمد لله تعداد سكاني كبير جدا فيها، وممارسه الاسكواش مع البطولات اللي اتعملت في اخر 10 سنوات وبطولات والابطال بتوعنا في ايدلز قدامهم كتير جدا، ففي ناشئين فعلا. انا شايف يعني ان شاء الله لو اتعمل لهم برنامج خاص واهتمام خاص ورعايه خاصه هنقدر نحافظ على الرعايه، وان شاء الله ان شاء الله يبقى مزيد من الانجازات وكده. لان طبعا في بلاد تانية شغاله على البرامج للناشئين من فتره، هم عارفين نحطها يعني تحتها ألف خط، ألف خط. في ناس تانية داخله بقوه طبعا وعندها الامكانيات، طبعا تخطيط جامد. يعني السعوديه مثلا دلوقتي عندهم برنامج الناشئين قوي جدا جدا جدا، وبالدعم من الدوله وبالدعم من رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين الشيخ زايد التركي صديقي البهني، هو رئيس البي اس اي الاتحاد الدولي للمحترفين، على دخول اللعبه الاولمبياد. مجهوده كان كبير جدا هو والبورد اللي معاه في دخول اللعبه للاولمبياد. طبعا بيدعم جنب برنامج الدولة، بيدعم برنامج خاص جدا. فطبعا تعرف الاستثمار واللعبة مكلفة جدا، المضرب وصل 6000 جنيه، الكورة 120 جنيه، وتتقطع ممكن او المضرب يتكسر في يعني في نفس اليوم. فطبعا اللعبة مكلفة جدا، بالتالي ان لازم يبقى في دعم قوي جدا من الشركات الخاصة، من التساعد مع الدولة، يعني سبونسرشيب لازم يخش بقوة لدعم الابطال دول، عشان خاطر تكاليف السفر اللاعب بيحتاج 10 سفريات. هقول لحضرتك على حاجه، يمكن انا كنت موجود وبدير جلسه في اسماعيليه كان فيها وزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف، ودكتور اشرف ساعتها طلب بعدد، والرئيس ساعتها قال له كل الدعم ليك موجود فيما يخص البطولات الفرديه تحديدا، يعني ولادنا اللي موجودين في ده. فعندنا قياده سياسيه عندها الاراده طبعا. ايه اللي ينقصنا؟ ايه اللي حضراتكم عاوزين؟ والله احنا عاوزين، هو بص، هو كل حاجه بتنجح بالسيستم. لما في سيستم واضح وحازم وهدف جولز انت بتشتغل لها على فتره بتوصل لها، بتوصل لها بسهوله. فطبعا دلوقتي التعليم برضو بياخد مجهود كبير جدا، عدد ساعات حضور المدرسه للاعب عايز يبقى محترف ويوصل بتضعف شويه البرنامج الرياضي. فبتلاقي بره معظم الاكاديميات عندنا ده الاي ام جي، كل الاكاديميات بره بيدرسوا اونلاين. انت بتوفر وقت، انت عشان تروح المدرسه دلوقتي فيها نص ساعة للمدرسة ورايح نص جاي ادي ساعة، عشان تروح النادي بعد المدرسة برضو عندك نص ساعة رايح ساعة، انت في ساعتين ثلاثة ضايعين. بره انت بتروح الاكاديمي بتدرس وبتدرس وبتلعب في نفس المكان، انت يا دوب بتطلع الدور اللي فوق يبقى عندك الكلاس بتاخد الدروس، بتنزل تحت بتخش الجيم، بتطلع تاني تاخد درس تاني. يعني الرياضة بره صناعة البطل مختلف. صناعة متكاملة مختلفة. يعني انا بتمنى تاني بناشد الدكتور اشرف صبحي، يعني قلت له كذا مرة يعني نفسي الثانوية الرياضية ترجع تاني، لان دي طلعت وابرزت زمان ابطال اللي كان كلهم في زمان مدارس المتفوقين رياضيا، مش عارفه ما زالت مستمره ولا هي لا. الرياضه بتبدا حضرتك من مدارس. حتى لما انا عشت فتره طويله في امريكا المدارس ودوري المدارس ودوري الجامعات ممتع، الدخول تقديمه اللاعبين مختلفه، يعني انت بتبص تلاقي في روح مختلفه، في كل تيم ليه طقوس معينه قبل ما يخش بيعملها. دي بتدي طبعا ادفانتج للولاد الناشئين، هم بيشوفوا ازاي الكبار بيعملوا صحيح. ايه وبتبقى بصراحه ده في يعني حاله ان احنا شغالين على اكتر من سكيل او احنا شغالين على اكتر مستوى. خلينا نتكلم عن الولاد او الابطال الصغيرين اللي بالفعل بيلعبوا. كان في لخبطه مثلا في سفريه استراليا، كان في مشكله في التذاكر والناس بتروح وتيجي، والسكواش لعبه قائمه على الاحتكاك الدولي بشده يعني مزبوط. والا هيأثر على تصنيفهم الدولي وهيأثر على الاحتكاك وعلى قرايه الملعب. احنا بنتكلم في ان في دول كل امكانياتها مسخراها للنشء، واحنا عندنا مشكله في تذاكر طيران في سفر. والله في انا بحب برضه اوضح، يعني اشكر يعني شركه مصر للطيران دعمتنا في السيركت جامد جدا بعدد مجاني من التذاكر، ان احنا نقدر نحطها جوائز للسيركت. احنا عاملين اكتر من 10 بطولات السنه الجايه ان شاء الله للناشئين،
وكلها جوائز ان شاء الله يكون فيها يعني تقدر نساعد مع الاتحاد والدوله ان احنا بندي فرصه على الاقل السفر مجانا بتدي لما اللاعب بيفوز بياخد تذكره ليشارك بطوله انجلترا او بطوله امريكا او بطوله فرنسا او بطولات السيركت الاوروبي اللي بتحسن التصنيف والاحتكاك بتاعه، يعني على الاقل كاننا الشركه اتحملت نص الميزانيه بتاعه السفر وكده. يعني دي كانت يعني بشكرهم على دعمهم قوي جدا لينا.